مساء الخير عليكم زوار في الجول دوت كوم، اهلا بيكم. اخيرا الدوري المصري رجع الجوله الاولى، ان الدوري المصري خلصت. اتاخرنا كتير، زي ما اتاخرنا في نهايه الموسم اللي فات من الدوري كان طبيعي ان احنا نتاخر في بدايه الدوري المصري الموسم ده، بس في النهايه اهو انتهى والجوله الاولى خلصت، عوده اخطر دوري في العالم. تعالوا كده ندردش سوا مع بعض ونتكلم في الافضل وفي الاسوأ وفي الاغرب، كل حاجة شفناها في الجولة الأولى من الدوري. أكيد مش كل حاجة عجبانة، وفي نفس الوقت برضو أكيد مش كل حاجة وحشة، في حاجات كتيرة ظهرت بشكل كويس وبرضو في سلبيات بتفضل كالعادة موجودة عندنا في الدوري المصري، محتاجين إن احنا نتخلص منها، بقالنا سنين إن احنا بنتكلم فيها. بس في النهاية احنا بنتكلم وبنوجه أنظار المسؤولين عن المسابقة، يمكن في يوم من الأيام الدوري المصري نبقى شايفين إن هو بينافس الدوريات اللي سبقتنا، لأن الحقيقة إحنا كنا يمكن الدوري الأول في المنطقة العربية والدوري الأول في أفريقيا، وده ما بقاش موجود دلوقتي. حتى لو مش على المستوى الفني يبقى أكيد هيبقى على المستوى التنظيمي أو على المستوى الجماهيري. مش فكرة بس ان احنا نتكلم من غياب الجمهور عن الملاعب، لان العالم كله دلوقتي بسبب ظروف كورونا بيغيب عنه الجمهور، لكن احنا برضو بنتكلم عن ان اللي قاعد بيتفرج على ماتش كورة في التلفزيون من حقه ان الماتش ده يجيله بصورة حلوة ويجيله بجودة كويسة، علشان يقدر ان هو يقضي وقت فراغ بيتفرج فيه على الفريق اللي هو بيحبه، او بيتفرج على المسابقة بشكل عام حتى لو ما بيشجعش فريق في الدوري المصري، بس على الاقل يبقى قاعد مستمتع. لو بيشتغل الصبح يبقى بالليل قاعد بيتفرج على ماتش كورة حلو منقوله بشكل كويس، مفيش مشاكل في الاخراج، مفيش مشاكل في الصورة، مفيش مشاكل في التحكيم، مشاكل كتيرة بيعاني منها الدوري المصري. طيب تعالوا كده مع بعض نبتدي سريعا سريعا علشان ما اطولش عليكم، وتعالوا نختار تشكيل الاسبوع. انا اكيد ليه اختيارات وحعرف منكم في التعليقات اختياراتكم. في لعيبة ظهرت بشكل كويس قوي في الجولة الاولى، ولو هنبتدي بحراسة المرمى، يمكن النهاردة والماتش اللي كان لسه خلصان من شوية اللي كانت الناس بتتفرج عليه، اللي هو ماتش غزل المحلة وسموحة، وطبعا احنا بنبارك لغزل المحلة وجمهوره الكبير في المحلة على التعادل. النهاردة غزل المحلة يمكن في الشوط التاني كان افضل بعد التغييرات، وقدر ان هو يخطف نقطة مهمة جدا من سموحة في اسكندرية، لكن انا شايف ان نجم المحلة النهاردة كان محمد البشبيشي حارس المرمى، اللي احنا بنقول ان هو يستحق ان هو كان يبقى موجود في الافضل، لكن انا عن نفسي هختار افضل حارس في الجولة دي محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري المعار من الزمالك. ليه انا بختار محمد صبحي؟ لان محمد صبحي لعب دور كبير جدا في الفوز الكبير والمفاجئ للاتحاد على بيراميدز بالتصدي لركلة الجزاء من عبد الله السعيد. وطبعا كلنا عارفين ان محمد صبحي لعيب صغير في السن، ما كانش بيشارك مع الزمالك كتير، صحيح هو كان حارس منتخب مصر المتوج بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، لكن الحقيقة ان هو ما كانش بيشارك مع الزمالك. فانت بتشارك مع الاتحاد في اول مباراة في الدوري، وبتلاقي نفسك ان انت مضطر ان انت تواجه عبد الله السعيد في ضرب الجزاء. طبعا كلنا عارفين قد ايه عبد الله السعيد مميز في ضربات الجزاء. تكنيك محمد صبحي الحقيقه عجبني جدا، هو فكره ان هو يرجع علشان يتحرك جوه منطقه المرمى بتاعته، فما يبقاش في غلط عليه، لان طبعا كلنا عارفين دلوقتي ان اي حركه من الحارس قبل ما اللي بيسدد الكوره ينفذ ركلة الجزاء بتعتبر على طول خلاص ان ركلة الجزاء ملغية وتعاد. فطبعا محمد صبحي استخدم تكنيك كويس جدا ان هو رجع ورا خط المرمى علشان يقدر ان هو ياخد الخطوة بتاعته، فما يبقاش فيه لوم عليه من الحكم، واستنى لحد اخر وقت وقدر ان هو يراهن على الزاوية الصح، وقدر فعلا ان هو يصد ضربة الجزاء علشان بعد كده يمهد فوز الاتحاد السكندري على بيراميدز. طيب ده محمد صبحي. انا قلت لكم ان محمد البشبيشي من غزل المحلة عجبني جدا، حارس مميز جدا وقدر ان هو يعمل ماتش ممتاز. مش بس محمد البشبيشي، عامر اللي اتفرج على فوز سيراميكا كليوباترا على الانتاج الحربي، عامر عمل ماتش كويس جدا، واعتقد برضو ان هو كان بينافس ان هو يبقى معانا في تشكيل الاسبوع. في ناس متفقة كتير معايا جدا محمد صبحي، وفي ناس تانية بترشح محمد البشبيشي، واحنا اتكلمنا عن محمد البشبيشي كويس. نادر حاضر هنجز شوية. خط الدفاع من الشمال لليمين هختار علي معلول من الاهلي. علي معلول عمل طبعا ماتش مميز جدا، سجل الجول الاول من ضرب الجزاء،
وكان قادر ان هو يحرك الجبهة الشمال بتاعة كهربا عشان كهربا يظهر بشكل كويس مع الاهلي، وبعد كده كمل اداؤه كويس ده باسيست حلو قوي لعمرو السوليه الجول الثالث علشان الاهلي يكسب 3-1. طيب مين كان بينافس علي معلول اللي انا اخترته عليه؟ كان فتوح من الزمالك، احمد فتوح اللي راجع من الزمالك، انا شايف ان هو كان نجم فوز الزمالك على المقاولين 2-0. طيب جنب علي معلول بختار مروان الصحراوي من الاسماعيلي، مدافع صغير في السن مميز جدا، ظهر بشكل كويس علشان يقدر ان هو يهدي الاسماعيلي نقطة مهمة بالتعادل مع المصري في درب القناة 0-0. وجنبه المفاجأة الكبيرة او الصفقة الكبيرة من الاتحاد، داميان لوي المدافع الجامايكي للاتحاد السكندري. الحقيقة ان داميان لوي عمل ماتش مهم جدا، وكان من ابرز لعيبة الاتحاد، عمل ماتش كبير جدا ضد هجوم بيراميدز علشان في النهاية الاتحاد يحقق فوز مهم جدا على بيراميدز، وفوز مفاجئ 2-1. وباك يمين هختار كريم العراقي من المصري، كريم العراقي عمل ماتش كويس جدا دفاعيا ضد هجوم الاسماعيلي. في خط الوسط معايا عمرو السوليه من الاهلي، السوليه مش مجرد ان هو سجل جول جميل جدا وقدر ان هو يعني يفاجئ دفاع المقاصه بان هو اتحرك وقطع كويس قوي علشان يضرب مصيده التسلل ويسجل، يعني انا شايف ان هو اجمل اهداف الاهلي في المباراه، لكن كمان عمرو السوليه بيقدم اداء كويس جدا مع الاهلي من الموسم اللي فات، بيقدر ان هو يلعب الحته بوكس تو بوكس دي بشكل كويس جدا، رقم 8 بشكل كويس جدا، فهيفيد بيتسو موسيماني في خططه، لان بيتسو موسيماني مع السرعات اللي بقت موجوده دلوقتي في هجوم الاهلي محتاج كمان ان خط الوسط يحرك الكره بسرعه. مشكله الاهلي ضد المقاصه كانت ان المقاصه بيضغط في نص ملعب الاهلي، فكان عامل ضغط عالي وبالتالي كان دفاع المقاصه متقدم، فالاهلي ما كانش بيظبط تمريراته بشكل مظبوط في الشوط الاول، فخرج بست تسللات في الشوط الاول، وبعد كده في الشوط الثاني خرج بتسع تسللات، عدد كبير جدا. اعتقد ان خط وسط الاهلي محتاج يظبط اللمسه الاخيره والتمرير، ودي برضو من الحاجات اللي محتاج حمدي فتحي يشتغل عليها، لان حمدي فتحي عمل ماتش كويس جدا من الناحيه الدفاعيه. ومعانا عمار حمدي من الاتحاد، طبعا عمار حمدي تحس ان هو واكل زي ما هو عايز، عمار حمدي هو اللي كان بيقول ان هو لما بياكل بيأدي بشكل كويس جدا، طبعا عمار حمدي عمل ماتش ممتاز ضد بيراميدز وسجل اجمل اهداف الجوله، جول ما بيجيش كتير، يعني جول الحقيقه يعني كان مفاجئ للناس كلها ان عمار حمدي قدر ان هو يعدي من 4 ويحطها في على شمال شريف اكرامي بالشكل الجميل ده. ومعانا محمد ابراهيم صانع العاب سيراميكا كليوباترا، محمد ابراهيم كان عامل نص موسم ممتاز جدا مع المقاصه السنه اللي فاتت، الناس ابتدت تتكلم عن ان هو رايح الاهلي، عن ان هو رايح بيراميدز، في النهايه راح سيراميكا كليوباترا، عمل ماتش حلو جدا 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 ضد الانتاج الحربي، وكان يمكن اهم لاعب في سيراميكا كليوباترا في اول فوز ليهم في تاريخهم في الدوري. خط الهجوم معانا كهربا من الاهلي، ليه كهربا؟ لان كهربا عمل ماتش ممتاز جدا، كان اكتر واحد بيتحرك من الاهلي، اكتر واحد فعالية على المرمى. مهم جدا ان احنا نشرح للناس ان كهربا لما بتيجي تبص على تحركاته في الملعب مش هتلاقي ان هو بيلعب وينج بالمعنى الحرفي، هتلاقي ان هو بيلعب مهاجم تاني، ودي حاجة بيعتمد عليها موسيماني، ان دايما كهربا هو اللي كان بيبقى ورا مروان محسن او جنب بادجي، وفي الماتش الاخير ضد المقاصة كان هو اللي جنب او هو اللي ورا محمد شريف، فقدر في اللقطه او في الدقيقه الاولى ان هو ياخد ضربه جزاء والاهلي يسجل منها، وبعد كده كهربا كمل اداؤه الممتاز جدا في الماتش وقدر ان هو يسجل بعد كده. ومعانا من الزمالك مصطفى محمد، مصطفى محمد عمل ماتش كويس جدا ضد المقاولين وسجل جول حلو قوي ضد المقاولين علشان يضمن للزمالك الثلاث نقاط. مصطفى محمد الحقيقه الناس دي كانت مراهنه على، يعني اغلب الناس كانت مراهنه على تركيزه في الفتره دي، لان كان موعود ان هو يخرج للاحتراف، وطبعا بسبب المشاكل اللي بتمر بيها اداره الزمالك هو ابتدى الموسم مع الزمالك، لكن من الواضح ان مصطفى محمد في كامل تركيزه. ومعانا المهاجم الصغير في السن شادي حسين من سيراميكا كليوباترا اللي عمل ماتش كويس جدا وقدر ان هو ياخد ضربة جزاء سجل منها سيراميكا كليوباترا الجول الاول في انتاج الحربي. شادي حسين كان قادر ان هو يسجل جول حلو جدا من صناعة محمد ابراهيم في الشوط الثاني، لكن الفينش بتاعه ما كانش احسن حاجة، لكن في المجمل عمل ماتش مميز جدا. طيب تعالوا نختار برضو سوا مع بعض مين افضل مدرب. افضل مدرب بالنسبة لي انا هختار حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري.
حسام حسن يعني احنا بنتكلم ان هو ابتدى الموسم مع الاتحاد، ان هو قدر ان هو يوصل بالاتحاد لسيمي فاينال الكاس قبل الخسارة من الاهلي، وبعد كده قدر ان هو يبدأ الدوري بفوز صعب وغير متوقع على بيراميدز. لكن انا بصراحة اكتر حاجة بشوف انها مميزة جدا في كابتن حسام حسن هي الشكل البدني اللي دايما بيبقى ظاهر عليه فرقه. الكابتن حسام حسن مع المصري عمل فرقة بدنية قوية جدا قوية جدا الحقيقة، وكانت بتقدر ان هي تكمل بنفس عالي لحد نهاية الدوري. وطبعا زي ما احنا فاكرين هو انهى الموسم مرتين ورا بعض بمركز مؤهل للكونفدرالية. مع الاتحاد بنشوف قد ايه الاتحاد محافظ على قوته البدنية وبيقدر ان هو يسجل جول في الدقيقة 96 وسط مكان دفاع بيراميدز واقف مكانه مش قادر ان هو يتعامل مع ابراهيم عبد السميع ومع خالد الغندور اللي سجل الهدف. الحقيقة ان دايما من الحاجات اللي بتميز كابتن حسام حسن ان هو بيشتغل بشكل بدني مميز جدا مع لعيبته، وبيحط نظام غذائي صارم جدا. فالحقيقة انا متوقع ان الاتحاد مع كابتن حسام حسن هيبقى فريق قوي بدنيا، وهيبقى متعب جدا لفرق الدوري زي ما شفنا طبعا ضد بيراميدز. طيب افضل لاعب، الحقيقة انا عن نفسي هختار كهربا، لان كهربا بعد ما كانت الناس بتتكلم عن ان هو مش بيلعب اساسي مع موسيماني، وان موسيماني مقعده على الدكة، وان ممكن يبقى فيه مشاكل، ان موسيماني طالب منه شغل اكتر، كهربا بدأ الموسم بافضل شكل ممكن. كان نجم فوز الاهلي على المقصة، من المفترض ان كهربا هيبقى مهم جدا في خطط موسيماني. الناس اللي بتحب الكرة الافريقية، الناس اللي كانت بتتابع صن داونز عارفة كويس جدا ان موسيماني كان بيعتمد على ثنائي خطير قوي، هما سيرينو صانع الالعاب وزواني الوينج الشمال. وزواني ده كان دايما بيدخل يبقى هو مهاجم تاني. الفكرة دي بيحاول دلوقتي موسيماني ان هو يعملها في وجود قفشة مع كهربا، فاعتقد ان كهربا يقدر يتطور بشكل كبير جدا مع موسيماني، لانه مش هيكون وينج بالمهام التقليدية. طيب اجمل جول، اعتقد كلنا ممكن نتفق على جول عمار حمدي في بيراميدز. اعتقد ان هو يعني جول حلو جدا مش بنشوفه كتير في الدوري المصري، قدر ان هو يعدي بالكرة بمهارة كبيرة من وسط اربعة، وان هو كمان يكمل ويحافظ على تركيزه، وان هو يحطها في فينش كويس جدا مع شريف اكرامي. الراجل ما تعبش، الراجل ما وقعش بدنيا بعد المجهود اللي عمله في الترقيصة، لا كمل و قدر ان هو يسجل جول جميل جدا علشان يتعادل الاتحاد، وبعد كده الاتحاد بيكسب 2-1 في مفاجأة كبيرة. مصطفى عبد الناصر محمد بيقول لي هو انت مش هتطلع في اوضه اللبس ولا ايه؟ لا انا خلاص مهمتي مع اوضه اللبس انتهت بنهايه الموسم اللي فات. طيب اخر حاجه بقى هنتكلم عليها، خلاص يا مصطفى انا رديت والله مش كفايه 3 مرات. اخر حاجه هنتكلم عليها هي اغرب ظاهرة في الجولة. انا هقول لكم بالنسبة لي اغرب ظاهرة في الجولة، وبرضو انا مستني منكم انتوا تقولوا لي لو في حاجة تانية لفتت انتباهكم. الظاهرة الغريبة بالنسبة لي ان احنا عملنا لوجو للدوري المصري، واللوجو ده تقدم في مؤتمر صحفي اللي هو كان المؤتمر القرعة بتاعت الدوري، والناس كلها ممكن في ناس قالت انه مش شكله احسن حاجة، في ناس قالت ان مقبول بالنسبة لانه هو التجربة الاولى لينا في ان احنا نعمل لوجو للدوري، لكن في النهاية كل الناس شافته، كل الناس عرفت شكله عامل ازاي، واستوديوهات اون تايم سبورت القناة اللي نقلة الدوري كانت بتستخدمه في الباك جراوند بتاعها، يعني في الخلفيه بتاعت الاستوديو كنت بتلاقي اللوجو الجديد للدوري موجود. بس لما جيت انت اتفرجت بقى على ماتشات الدوري نفسها، بقيت بتشوف اللقطات اللي بتيجي فيها الاعداد دايما قبل اللقطات المخرج بيحاول يستخدم اللوجو بتاع الناديين اللي بيلعبوا مع لوجو الدوري المصري، لانهم بيستخدموا اللوجو القديم. فانت ما بقتش فاهم طب ازاي القناه اللي بتذيع زي القناه اللي بتذيع الدوري ازاي بتستخدم اللوجو الجديد في الاستوديو بتاعها، وفي نفس الوقت الماتش اللي بيتذاع قدامك معلوش اللوجو الجديد. حاجه غريبه يعني، في ناس مش كل الناس خدت بالها، بس في ناس استغربت. المهم اللي احنا عرفناه ان شبكه اون تايم سبورت اللي هي القناه اللي بتنقل الدوري بيجي لها النقل التلفزيوني بالشكل ده من التلفزيون المصري. فلما بيجي لها بالشكل ده من التلفزيون المصري هي ما بتقدرش تتدخل فيه، ما بتقدرش تغيره، وبالتالي هي مسؤولية التلفزيون المصري. طيب رحنا للتلفزيون المصري نسأله، التلفزيون المصري قال ان احنا ما جالناش اللوجو الجديد من الاتحاد الكورة،
وقالوا بنتحدى اتحاد الكوره لو طلع اي ايميلات او فاكسات او جوابات فيها اللوجو الجديد مبعوث. فبالتالي كده بقت مسؤوليه اتحاد الكوره. اتحاد الكوره بيقول ان لا، احنا بعتنا اللوجو، اللوجو موجود عند التلفزيون، واللوجو عدم ظهوره ده مسؤوليه مخرج الماتش نفسه، ان مخرج الماتش ما استلمش اللوجو من قطاع الرياضه في التلفزيون المصري. المهم الاتهامات فضلت متبادله ما بين الطرفين، اتحاد الكوره بيقول انا بعت، ايه التلفزيون بيقول لا ما بعتش. واكبر دليل على كده ان الاستاند بتاع الفار في الماتشات اللي من المفترض ان كان السنه اللي فاتت لو تفتكروا عليه لوجو اتحاد الكوره، دلوقتي كله مدهون باللون الاسود ومش عليه لوجو اتحاد الكوره ولا لوجو الدوري المصري. وبالتالي في حاجه مش طبيعيه، في مشكله في اللوجو، ممكن يكون في تعديلات هتحصل على اللوجو، ممكن يكون الانتقادات اللي الناس قالتها على السوشيال ميديا للوجو حسست اتحاد الكوره ان ده مش احسن حاجه وان احنا نقدر نعمل حاجه احسن. المهم ان احنا كالعاده يا جماعه بدانا الموسم من غير لوجو، رغم كل الزيطه اللي حصلت ورغم المؤتمر الصحفي اللي احنا عملناه وقلنا خلاص بقى عندنا لوجو، حتى لو اللوجو مش قد كده السنه الجايه نعمل حاجه احسن، وابدعوا بقى يا جماعه وفكروا وابعتوا اقتراحاتكم لاتحاد الكوره، لكن في النهايه اللوجو ما ظهرش. الله اعلم هيظهر امتى، لحد دلوقتي مش واضح هو هيظهر امتى، لان بعد ما الناس ابتدت تتكلم عن ان اللوجو الجديد مش بيظهر خلاص اتمنع اصلا استخدام حتى اللوجو القديم في ماتشات الدوري. من الواضح ان دي كانت ملاحظه من اتحاد الكوره للتلفزيون، والتلفزيون خد باله منها فسحب اللوجو القديم حتى ما بقاش بيظهر. الدوري المصري بقى من غير لوجو رجع زي ما كان في الاول. مشاكل كتيرة بتقابلنا في الدوري المصري، ناس بتتكلم عن وزن الحكام، فعلا وزن الحكام كان شكله غريب، يعني يمكن حتى كمان حكم او طاقم حكام ماتش سموحة وغزل المحلة كله اعتقد ان وزنه كان زايد. عندنا مشكلة في طول استخدام مدة الفار، الجول بتاع سموحة اللي احتسب في النهاية قعدوا خمس دقايق كاملة يشوفوه اذا كان اوفسايد ولا لا، طبعا مدة زمنية طويلة جدا. فالنقل التلفزيوني، وخلونا نتكلم عن موضوع النقل التلفزيوني ده في الحلقة الجاية من عودة أخطر دوري في العالم بعد الجولة الثانية. استمتعت بوجودي معاكم، استمتعت بعودة أخطر دوري في العالم. طبعا احنا طالعين المرة دي لايف، وهنطلع كده شوية لايف علشان أدردش معاكم وأعرف آرائكم، وخدوا بالكم من نفسكم وخدوا بالكم من صحتكم. اللي يقدر ان هو يقعد في البيت وما ينزلش تجمعات يا ريت يعمل كده لحد الظروف الصعبة دي ما تعدي علينا كلنا، وربنا يسلمكم جميعا، ونشوفكم الجولة الجاية ان شاء الله مع عودة أخطر دوري في العالم مع أمير عبد الحليم. سلام.